ويخلوا اخواننا بجاي ما بصلوا معاهم، مع انه ديل ما بيدعوا غير الله ولا بيستغيثوا بشيخ ولا فقيه. ديل مشكلتهم مع شباب العدسي انهم يتكلموا في العدسي وغيره من الشيوخ. اذا كان هو جعل الكلام في العدسي جريمه اكبر من الشرك بالله، ده اللي راجع دينه. انا بكلمك مش مثلا السلفيه، ده اللي راجع اسلامه ذاته. اذا كان بيعتقد انه الكلام في العدسي جريمه بتمنع الانسان انك تصلي معه في المسجد، وفي نفس الوقت امشي صلي مع صوفي بيرى جواز الاستغاثه بغير الله ودعاء غير الله، اذا كان ده فقهه، ده يراجع اسلامه. والله يراجع اسلامه ذاته من الاول، مش يراجع فقط السلفيه، لان المساله دي لا تمت الى السلفيه بصله ابدا. وان اختلفت انت مع انسان لو بتعتبره ما سلفي ذاته، انت بتختلف معه، لكن في نفس الوقت انت بتعلم انه ما مشرك. يعني الان هسه انا بقدر ادعي انه العدسي مشرك؟ بقدر اقول كده؟ انا ما بدعي دعوه زي دي، ولا اتبع العدسي ما بقدر ادخلهم في دائره انهم بيفعلوا الشركيات، او معلش قد انتقدهم في مسائل في دعوه التوحيد وتفريط في دعوه التوحيد واجرم في الباب ده، ده باب براو. لكن كونه اعتقد انهم بيفعلوا الشرك، لا. لو الليل انا لقيت مثلا العدسي بصلي في جامع بيجاي، ما دي كانت كمساله فقهيه، العدسي بصلي في جامع بهنا، وواحد ثاني صوفي بيدعو غير الله بيصلي في جامع بيجاي، انا بصلي مع منو؟ بصلي مع هذا؟ بيسجم ورماده ده بصلي معه؟ لانه في النهايه انا ما بعتقد انه ده اشرك بالله عز وجل. ده في النهايه ضل في منهجه، ضل في منهجه. وان كان مبتدعا، العلماء قالوا الصلاه خلف المبتدع من تركها، كما نقل في كتب الاعتقاد، من ترك الصلاه الجماعه خلفه ده ما معروف عند اهل السنه والجماعه، الا اذا كانت البدعه بدعه كفريه، انت ما بتترك الصلاه خلفه. لكن ديل انا اكلمك النصيحه، شغلته دي ما دين، دي عباره عن احقاد ودفاع عن شيوخ بالباطل. زي ما واحد من اخواننا قال لي، قال واحد قال لهم بول العدسي اخير من مزمل ابو بكر. يا اخ معقول يا اخ؟ ليه وشنو؟ ليه؟ اصل بالضبط شنو العدسي؟ شهد بدرا؟ هو والله لو شهد بدر انا ما ممكن اميزه بالطريقه دي. لو شهد بدرا، في النهايه نحن ما بنغلو في الاشخاص. الذين شهدوا بدرا لهم مكانتهم. لهم مكانتهم ولهم فضلهم، وما يساويهم احد ممن جاء بعدهم ابدا. لكن ما ممكن انا اجي لدرجه غلو. وفي العدسي كمان يعني هسه الكلام ده لو قالوا في ابي حنيفه ولا في مالك ولا في الشافعي ده غلو. هسه لو قلت في الامام مالك، قلت فلان ده ما يساوي بول الامام مالك، ده يعتبر غلو، ده غلو مجاوزه للحد. فهمت؟ لانه انت ما تعلم عند الله سبحانه وتعالى ما يسوي هذا وما يسوي ذاك. كويس؟ خلي كمان تيجي تقوله في العدسي. والعدسي انت تعلم ما عنده، ولو لا لو ما عنده اي شيء العدسي الا التفريط في دعوه التوحيد ومناصره اهل الباطل على اهل الحق لكفاه سوءا وخزيا. لكن ده غلو غريب جدا. والله انا استغربته، يعني لما اخواننا قالوا لي الحله دي فيها جامعين كلها، مش جامعين في غير ثاني؟ الثالث ده شغال جمعه ولا ما شغال؟ لسه ما شغال صح؟ اذا في اثنين. جماعه العدسي اللي بيصلوا وين؟ انا استغربت اول ما جيت ده سؤال سالته لنفسي، شله العدسي دي بيصلي وين؟ هنا ولا مع الصوفيه؟ اصل الكلام ده بيجي يا اخواننا؟ يعني انت مهما بلغ عندك الجماعه ده بيسموهم العصبجيه، قول عصبجيه يا اخي. معقول العصبجي بقى أسوأ من الذول اللي بيدعوا غير الله؟ معقول؟ يا تجريمه اللي ارتكبوها، ها؟ يا تجريمه
اللي اكبر من الشرك بالله عز وجل، عشان تعرف انه الناس ديل الحقد ما لقلوبهم، ده عباره عن حقد فقط، انا ما بفسره غير كده، عباره عن حقد وغباء وعدم معرفه بالمنهج السلفي. يعني احنا عندنا في قرانا قريتنا نحن في مسجد بتاع الجمعيه يا هو الناس العدسي ديل، ومسجد ثاني بتاع الصوفيه. انا لما ننزل في الحله يوم من الايام ما حدثت نفسي انه امشي اصلي مع الصوفيه، وبيني وبين الجمعيه خلاف معروف، يعني بيناتنا خلاف المعروف ده، لكن ما ممكن امشي اصلي مع الصوفيه صوفي امشي اصلي معه عشان اقول ده بيتكلم في علمانا. قال العذر بتاعه، قال ناس مزمل بيطعنوا في العلماء. العلماء منو؟ العدسي وتاني، والهواري وتاني، من محمد مصطفى، ايوه ديل العلماء. طيب الصوفيه بيطعنوا في منو؟ لو قلنا بس من باب الطعن في العلماء، اللي بيطعنوا فيهم الصوفيه منو؟ اولا بيطعنوا في ابن تيميه. هل العدسي زي ابن تيميه؟ يعني الان انت لو بس بتغار على العلماء، لو غيره على العلماء فقط كويس؟ تغار على ابن تيميه ولا على العدسي؟ اذا قلت مزم الفقيري ما بساوي بولا العدسي، طيب العدسي بساوي شنو بتاع ابن تيميه؟ اذا كان بتغار المقارنه زي دي، ما ممكن انت تجي تقول لي ديل بيطعنوا في العلماء وانا ما بقعد بصلي معاهم او بحضر لهم، وفي نفس الوقت بتمشي تصلي مع الصوفيه والصوفيه ديل بيطعنوا في علماء الامه كافه. كت مش كده بس، الصوفيه عقيدتهم دي لازم قولهم ده طعن في الله عز وجل وفي الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني انت لما تجي تعتقد انه الشيخ بينفع وبضر، ده مش طعن في الله سبحانه وتعالى؟ ده مش اساءة للمولى عز وجل؟ كونه تعتقد الشيخ ينفع ويضر دي اساءة للمولى سبحانه وتعالى، لانه ربنا المتفرد بهذه الصفه من الصفات. كويس؟ فدي عقائد الصوفيه. ده تعرف الصوفيه خلينا يقول لك ابن تيميه قال الذهبي كفر ابن تيميه، ابن تيميه كافر. نحن قلنا العدسي كافر؟ ما عبد الوهاب امشي زالهم كذا هسه امشي زالهم. قول لهم ما عبد الوهاب كيف؟ عالم؟ ولا زول زول ساي؟ اقل لا اقول لك التوهابي مسخوط. عبد الوهاب ده مسخوط. اذا كان الصوفيه اللي بيطعنوا في الامام محمد الوهاب وابن تيميه وابن القيم وبقولوا ابن باز اعمى البصر والبصيره، ناس بهذا السفه والسخف، ده بيمشي بصلي معاهم فرج الله، احمد فرج الله ولا محمد فرج الله اسمه منو؟ احمد محمد اي حاجه فرج الله، ده بيمشي بيصلي مع الصوفيه وما بصلي مع اخواننا هنا. هسه ده فاهم حاجه في المنهج في الدين الاسلامي؟ ده فاهم شنو؟ مش حقد فقط، ده غير حقد انت تفسره بشنو الكلام ده هسه؟ قد يفسروا لي يا اخواننا. والله انا ما كنت بتوقع مساله زي دي. يعني هسه انا كنت متوقع بجي بلقى الجماعه دي كلهم قاعدين هنا في الجامع، التابع للعدسي والتابع للبصلي كلهم بلقاهم قاعدين هنا في الجامع ده بيصلوا، بعد ذاك الواحد منهم ينفض يده كده ويقول لك ده العصبجي ويفوت، بلقاه بيصلي متوقع كده، لكن يصلي مع الصوفي وده عنده ثاني وش يتكلم في المنهج السلفي؟ ها؟ و الزكاة الثانية هاتوا فيهم أحمد فرج الله زكى صوفي قال جزاه الله خيرا، ده اللي بيجيز الاستغاثة ذاته صح؟ زول بيجيز الاستغاثة ودعاء غير الله، أحمد فرج الله قال بيثني عليه حسب ما قالوا أخواننا، يقول له جزاه الله خيرا. وطيب ونحن ها؟ جزانا الله سوءا ولا شو؟ عصبجية نحن مش؟ هسه ده فاهم حاجة؟ عليك الله ده تماما وعلى دين؟ كده خليك من هسه زي ده انا بستفتي في دين ثاني؟ ويمشي هناك قال باشا في الجامع بتاع الصوفية
لما الترابي مات واحنا اتكلمنا فيه قال ناس مزمل سجنوم عشان يتكلموا في الترابي وفرحان قال نحن سجنونا عشان تكلمنا في الترابي. أول حاجة نحن تكلمنا في الترابي صح وقلنا الترابي كافر صح والمسألة عندنا على دليل وافتباع علماء قبالنا تقال افتنبان نحن نحن ما بنفتي فتاوى زي دي كافر مسلم دي ما فتاوى بتاعتنا نحن دي فتاوى علماء افتباع محمد أمان الجامي بتعرفوا كده خليني من ده محمد أمان الجامي ده عالم لو مش سألت شيوخك بيقعد يرجفوا ده عالم كبير جدا من علماء الأمة كويس افتبى الإمام مقبل علامة اليمن قال الترابي كافر افتبها الشيخ عبيد الجابري ده لما كان شيوخك ديل شيوخك والعدسي ده تلميذ لشيوخك شيوخ العدسي شيوخ العدسي مش ناس الهواري وخالد عبد اللطيف خالد عبد اللطيف والهواري لما كانوا طلبة في الجامعة الإسلامية عبيد الجابري ده كان رئيس قسم الحديث في الجامعة الإسلامية لمن شيوخ شيخك أكانوا طلبة ده كان رئيس القسم بتاع الجامعة كلها الشيخ عبيد الجابري ده أفتى الفتوى دي ده برضو عصبجي أهمش يقول ده عصبجي ده أفتى الفتوى قال الترابي ملحد تتبانا دي نمرة واحد نمرة اثنان كونه أفتينا في الترابي وقال سجنونا ما فايدة السجنة سجنة منو ما فايدة السجنة فهمت ده في النهاية استدعونا ناس جهاز الأمن وجزاهم الله خير لأنه موقفهم ده أكان فيه مصلحة لنا نحن ذاته لأنه في ناس من المجرمين كانوا متربصين بينا لما نفتينا الفتوى دي وانتشرت في الدنيا فواعدين غازوا الموضوع ده من الجماعة بتاعنا الترابي زعلانين قالوا نازل احنا بنقتلهم وكده في النهاية احنا استدعونا ناس الامن باعتبار اجراءات امنية في حفاظ علينا نحن في الاول وحفاظ على امن البلد عموما عشان ما تحصل مقتلة في البلد ديل قتلوا زول بعد شوية هل ديل جول قتلوا ده وهل ديلك جو قتلوا ده ففي النهاية جهاز الامن باعتباره جهاز بيحفظ امن المواطن مسلم كان او كافر في البلد دي بيحفظ الدماء بيحفظ امن الناس ودي مسؤوليه بعدين مسؤوليته بتولى الامر ده باجراءات تحفظيه نحن قعدنا معاهم هناك ايام بس بنجي الصباح بنرجع المساء كويس ما في سجن افرض سجنونا عديل كده مزمل فقير اتكلمت في التراب شالوا من كوريجا ده وجه السجن افرض ها ابو بكر اداب هاي وراه يدعوه جوا السجن يعني شنو في مشكله هنا وانت قال السجن ده عيب السجن عيب لما انت يكون ساجنك في بنجو ولا ساجنك نشال ولا انت ساجنك اكلت قروش ناس ولا ساجنك في اي جريمه اخلاقيه ده عيب صح لكن انت لو سجنت ظلما او سجنت باعتبار فتوى انت افتيت سجنوك فيها هل ده عيب أمسك علماء الأمة الما سجنوا منه مين الما سجنوا قل من علماء الأمة من لم يسجن الإمام أحمد بن حنبل سجن وضرب ألف صوت إحنا ما ادونا ولا واحد ألف صوت كده أحسب ألف صوت دي حتى المأمون بيأتي بالجلادين بيجيب الجلاد والجلاد لما يجي يجلد بنهره يقول له اجلد قوي قطع الله يديك واشدد اجلد قوي وكان الامام احمد نحيفا ما زول العاتي كان نحيفا مربطنه وبيجلدوا فيه الف صوت قسموا له كل مره يجلدوه ويقول له قول القران مخلوق بقول لهم ما بقول ثاني يجلدوه يقول لهم بس ائتوني بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوني دليل وأنا الأدلة معي جلد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى قال أحد الشعراء قال لله درك ما نسيت رسالة أنه لما جلدوه وجاء عند الضرب كتر عليه ويديه بقى مجرحات من الحبال وما يقدر يتوضأ
يقول لي ابني وضيني وخلي لحيتي في الوضوء. فقال لله درك ما نسيت رسالة يوم الردى ويداك في الكلاب رفعوك مجلودا على خشب العلا والصوت يبكي في يد القصاب قل للأولى جلد الإمامة رفقوا ما ضر ضوء الشمس نبح كلاب للصادق المقدام ألف تحية وخسارة للمارد الكذاب. فجلدوه ده أحمد بن حنبل، هل عيب؟ عيب يعني؟ الإمام مالك حبس عيب؟ ابن تيمية في فتوى واحدة حبس 12 سنة، 12 سنة في فتوى واحدة. حبس معاوي بن القيم واكتسب علما وفضلا وخيرا كثيرا، اكتسبه من وين؟ من السجن مع ابن تيمية. قال في السجن، الذهبي يتكلم عن سجن ابن تيمية، قال المساجين الناس اللي قاعدين في السجن جاءوا إلى ابن تيمية قال وتحول السجن إلى مكان لطلب العلم، بقى طلب علم محل بتاع علم، ومكان قال للتعبد، وصار من المساجين نساكا وعبادا، والعلم اللي بعلمه لابن تيمية. قال حتى بعض الناس رفض أن يخرج من السجن لما أذن له، الناس تقول لهم خلاص أمركم فكهم ما عندكم حاجة أمركم أمشوا، قال لا لا قاعدين قبلنا هنا مع ابن تيمية ده، بس قاعدين قبلهم مما استفادوا من علم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولما ابن تيمية لما مات المساجين قالوا نحن أولى الناس بالصلاة على ابن تيمية، نحن قالوا بنصلي عليه، تلاميذه مساجين ديل قاعدين في السجن. هل كان السجن يوما من الأيام عيبا يا مسكين يا أحمد؟ فرج الله يا جاهل، أنت جاهل بإحكام الإسلام، ولو ما جاهل المرة الفاتت في المحاضرة كبروا سرورا بالتوحيد وبالحجة والبيان، وجاء قال لهم تكبروا، قال ده شغل الجبهجية والكيزان، قال التكبير ده قال بتاع الكيزان، والتكبير ده كان بيكبروا الصحابة، لكن انت جاي لعلمك منه العدس مبكي فيك سهل، لكن انت ما فاهم حاجة في الشرع ما علموك، تجي تستنكر أشياء. أنا والله شخصيا لا أرى أبدا عيبا في السجن إن كان بحق، يعني سجنوك انت قلت كلمة الحق، طيب العيب وين؟ الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، بتعرف البربهاري ده دول عالم كبير جدا من أكبر علماء الأمة، قالوا كان لهجا بالسنة شديدا على المبتدعة بصيرا بالمناظرة، قالوا كان له من التلاميذ الآلاف، يقعد في مجلس بتاع العلم تلاميذه بالآلاف. قالوا يوم من الأيام جالس مع تلاميذه، شوف العدد ده قدر كيف، جالس معهم قالوا فعطس، دي جاب الإمام النجمي في شرحه على السنة البربهاري في الترجمة بتاعت الإمام البربهاري، قال فعطس فحمد الله، لما عطس قال الحمد لله، قال فشمته الحاضرون قالوا يرحمك الله، تعرف الكلمة دي لمن قالوها تلاميذه كلهم قالوا يرحمك الله، قالوا حدثت ضجة سمعها الأمير من وراء النهر، في الأمير بهناك بينه وبينه بحر، سمع الضجة بس الجماعة قالوا رحمك الله، ديل كمسة لموا فيهن فارتقون شت، والبربهاري طفشوا طف ودرس ما لقوا ذاته وين، حتى لما مات مختبئا في بيت عجوز ولم يوجد من يصلي عليه مع إمامته في الدين، لكن شردوا. فهمت كلامي؟ الإمام السرخسي، أنت تقول لي سجن؟ سجن عيب؟ بليد، أنت ما بتعرف الشريعة وما قال التاريخ ذاتك. فهمت؟ الإمام السرخسي عليه رحمة الله سجن في قعر بير معطلة، بير محفورة جابوه شب يدعوه جوا، ده السجن بتاعه. التلاميذ بتاعينه بيجوا للدرس بتاعه في طرف البير فوق، في شفير البير قاعدين فوق، فألف كتابا من 15 مجلد هدوه، لا ورقة لا قلم، بيمليون والطلبة بيكتبوا
حتى الكتاب مطبوع موجود، لما تجي في نهاية الإله يقول لك تم إملاء المجلد الرابع، تم إملاء المجلد الخامس، كله إملاء من داخل سجن في بير. عيب عليه؟ طيب تقول لي ناس مزمل قال سجنوه وما يسجنوه، ما يسجنوه، زول قال كلمة الحق في وقت انت ما بتقدر تقوله، انت خايف. جماعة أنصار السنة المتحدث الرسمي بتاعهم لما مات الترابي جاء بيتكلم قال ولا ننكر حسنات الترابي. وين حسنات الترابي؟ جيب واحدة. وين حسنات الترابي؟ الدكتور خالد عبد اللطيف ده الكلمة دي قاله، ده شيخ العدسي، وشيخ ده اسمه منو؟ فرج الله شيخه، قال ولا ننكر حسنات الترابي. وين حسنات الترابي؟ فهمت؟ الترابي قال ليلة القدر ما في، هذه جديدة كمان، رمضان الفات ليلة قدر قال ما في. ها؟ قال الحديث قال بتاع النبي لو جاء، وفي كلام بتاع طبيب كافر قال أنا باخد كلام الطبيب الكافر وما باخد كلام النبي، قال لأنه النبي ما عنده علم بالطب، والسيدة عائشة قال كانت أعلم منه بالطب. ده عنده حسنات؟ وين حسناته تاني؟ فهمت؟ زول يتكلم عن وحدة الأديان، قال لا فرق عندي، ده الترابي، لا فرق عندي بين شعبي ووطني وسني وشيعي ومسلم ومسيحي، كل واحد. قال ده شنو رايك فيه؟ قال لا ننكر حسنات التراب. عشان كده انت عارف النوعيه دي انت ما ترجو منها تقول الحق، تيجي تقول لي سجنهم السجن عيب. ابن القيم عليه رحمه الله سجنهم ابن تيميه، الإمام الألباني سجنوا في نفس السجن اللي سجنوا فيه ابن تيمية وابن القيم الألباني، هذا في الزمن. ومش كده بس، بعد ما سجنوا طلع قرار، قال وزير الدفاع ولا وزير شنو أنا ما عارفه، قال طلع قرار إنه الألباني تاني ما يتكلم في الدين في سوريا كلها. ها رأيك شنو؟ عيب على الألباني يا فرج الله؟ عيب على الألباني؟ هل غلطان الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه كونه يفتي بفتاوى؟ مش كده، خليك من كونه سجنوه كده، أبوه طرده، وهل رأيك في دي شنو؟ هسه بعد دي لو عملناه نحن يقول لك عاق والدين، يقول لك ده عاق، طرده ذاته، أبوه طارده، طارده في شنو؟ الإمام الألباني لما تكلم في قضية البناء على القبور وعمره آنذاك ما بلغ العشرين عاما، 20 سنة ما تم، قال عندهم مسجد هناك في 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 سوريا، مسجد فيه قبر، أبوه حنفي والعلماء بتاع الحنفية بيروا جواز الصلاة آنذاك، يعني مش الحنفية القدام، ديل اللي كانوا زمان في وقت الشيخ الألباني. فقاموا جو قال له ولدك ده بينكر علينا الصلاة وما بصلي معانا في المسجد اللي فيه قبر، كويس؟ فقام أبوه جاء اتناقش معاه، قدم له الأدلة، وده السبب اللي كتب به والكتاب بتاعه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، كويس؟ أبوه قال له بعد ما ناقشوا لقى الألباني المسألة دي ثابت على بالأدلة، فقام قال له شوف، قال له إما الموافقة أو المفارقة، لا واحد من اثنين، يا إما تتفق معانا في انه تجوز الصلاة في المساجد اللي فيها القبور او المفارقة، فوت. قال له امهلني 3 ايام، بيحكي فيها الشيخ الألباني براو، قال له امهلني 3 يوم حتى ارتب حالي. قال وكان ابي قد علمني صناعة الساعات، علموا يصين الساعات وكده، قال ماشي يرتب حاله عشان بعد ده حينفصل منه. قال رتبت حالي وجيته بعد 3 يوم قلت له اختاروا المفارقة، دار فوت، السلام عليكم، وعليكم السلام، فات. والآن الألباني صار علما من أعلام المسلمين، حتى ذكر قال من الفوائد في الفتنة اللي حصلت له دي، من الفوائد إنه منعوه من الكلام، قال فتفرغت
لكتب الحديث. والآن الشيخ الألباني ما من مسجد من مساجد السنة في الكرة الأرضية إلا وفي الغالب يذكر فيه اسم الشيخ الألباني. أي مسجد من المساجد في الحرم النبوي والحرم المكي يذكر الشيخ الألباني في المنبر فوق، صححه الألباني، ضعفه الألباني. هل ضره شيء كونه سجنه؟ عشان تعرف أن هذا الرجل عبارة عن جاهل وتسلط على العلم وداير يفتي الناس بغير وجه حق. ديل قال سجنون لما تكلموا في الترابي، تاني بنتكلم في الترابي وخلص جنونة، ما عيب ماله يعني، بتكلم في جتة ذاته، أمشي أفتح فيني بلاغ. وأنا قبل كده تكلمت في واحد منهم، خليك من اسمه منه، تكلمت فيه لما يتفي في جامعة من الجامعات، لقيته داك وده صاحب ذاته بيعرفه، لقيته في جامعة عنده محاضرة عن الشيعة كويس، ولما المعرض بتاعهم فتحوا بتاع أنصار السنة بوزعوا جوا في مطوية، قال داري حاربوا بها الشيعة مطوية، قال رسالة، ده عنوانه كده رسالة، قال إلى مشايخنا الصوفية الأفاضل. وكان الصوفية أفاضل تاني عندنا موضوع يعني شنو؟ وفي ثاني في موضوع؟ إذا كان الصوفية أفاضل ما خلاص شغلنا بعد ما فاشي كويس. قال رسالة إلى مشايخنا الصوفية الأفاضل، قال الصوفية هم أهل الصلاح والصوفية هم أحباب رسول الله، دي أنصار السنة، الصوفية أحباب رسول الله كويس. أنا عملت محاضرة جنبه وتكلمت في الشيخ ده ونجمته تمام، مشى فتح فيني بلاغ في المحكمة، قال زول عشان سمعتي مية كم عارف بلاغ مية كم. وجيت داخل المحكمة لقيت راسل أربعة محامين، أنا وكده عينت فيهم كده قلت يا إخواننا والله أقول لك شيء نادر يا هم كاتلني كاتلني بعد ده الصدى إعدام، بس أربعة محامين أنا كتلت لي رقبة أخ اتكلمت فيه جدا وفانسر السنة بتاعينك، أربعة محامين راسلنهم قام يتكلم وزادوا ده العام الشيخ ده، قال للقاضي الرجل ده قال لا عشان سمعتي وأنا داعية وأعمل قال في حقل الدعوة وعندي سمعة قال واتضررت قال بهذا الكلام وفي داعية، القاضي ذاته مولانا جزاه الله خير ذول فاهم جدا، قال له ده ما من باب الجرح والتعديل، قال له ما في حاجة بتكلم فيك انت مش داعي، قال له مش في جرح وتعديل في الدين، قال له ما قال له ده ما في باب الجرح والتعديل كويس، لا قال له عشان سمعتي وانا عندي تلاميذ انجرحوا قال بالكلام ده انجرحوا يا ذول نحن في اغاني الحقيبه انجرحوا بتاع شنو انت مش داعي اتحمل، هو الرسل ده قالوا فيهم اكثر من ده، قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. اتكلموا في الرسل انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين، في رسول مشى فتح بلاغ عشان سمعتي وكده، فجاء قال هل القاضي قال له داير تعويض ولا شنو انت؟ ايوه تعويض كم؟ قال 160 مليون. هذا المعقول؟ انا وقت مرقنا بتحتيت قلت له بس انا كان ضبحته كر من اللضان للضان خلاش انت سمعته ناي كانت الديه 33 كلها 160 بتاع شنو؟ والله هذا المسكين ساي عشان تعرف اسد داعيه في النهايه ما ادوا اي حاجه ولا اجنه. انتهت المحكمه وامشي واجي وجايب لي سته محامين داخلين وثلاثه مارقين وما تعرف الجلسه الاولى والجلسه الثانيه، في النهايه القاضي قال لا امشي ما في اي حاجه، دفعوا انا تكاليف في تحت المحكمه 500 جنيه دفعت على المحكمة ومشيت ما في أي حاجة. ديل ما دعات ديل بيلعبوا على الأمة، الواحد فيهم لو قال بسم الله ومشى تكلم لي في صوفي ولا في مبتدع فهمت ولا علم الناس التوحيد كان نفع الأمة دي، بلاش لولا وده فاتح بلاغ فهمت وده بهناك بيجي بيتكلم وده بيمشي بصلي في جامعة الصوفية كمان، أنا ده ما بخلي بقى كله أنت عارف كلامه اللي قاله ده كله كوم والعملة دي كوم برا عملية دي، كونك انت تخلي مسجد بتاع موحدين قول عزبجيه بيختلفوا معاك، ما في النهايه ديل اخوانك موحدين، ده انت لو سلفي ديل ما اخوانك موحدين وان اختلفوا معاك في شيوخك ولو اتكلموا في شيوخ الذات ولو بدعوهم في النهايه ديل ما مشركين يا اخي،
ولا بيدعوا غير الله. تخليهم تمش تصلي لك مع واحد بيدعوا غير الله وتقول له جزاك الله خير، الله يزيه خير على الشرك ولا على شنو؟ ده عبارة عن كلام فارغ ويدل على قمة في عدم الفهم والحقد والغلو في الشيوخ بتاع النديل. عموما يكفي التعليق عليه، وإن كان يحتاج إلى أكثر من الكلام ده لكن يكفي التعليق عليه. لو في سؤال تاني ولا ما في حاجة؟ أيوب في حاجة تاني؟ لأنه ده كلام بزعيل والله، والله بجد أنا والله تعرف كلامه اللي قاله الفات ده كله كنت بعتبره احتمال زول بحب شيخ وزايد كده ده، ولما جاته هستيريا ولا بسموهاش نهي وكده، وزول حبشنا في شيخ ما بيتحمل فيه ومعليش كده شفته زعل كده هاج وورط نفسه ونبذ ناس الحلة. أنا قلت احتمال شغال أنا بتاعت هواجة ساي كده ومشي على كده، أنا ولا قلت مبتدع ولا قلت كده، لكن كون زول يتصرف تصرف زي ده في مسألة، دي مسألة يا أخواننا مسألة عقدية مهمة يا أخي. تصلي مع صوفية، تمشي تصلي معهم وتثني على صوفي على حساب ناس في النهاية عشان يتكلموا في شيخك، ده عبارة عن غلو وحقد وعدم فهم بالمنهج السلفي، وحسيب الله سبحانه وتعالى. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.